أسعد الله مساءكم متابعي منصة بالعربي. خطوات حذرة تحيطها السرية والكتمان لدى السعودية وتفضحها الدبلوماسية الأمريكية والاحتلال. وزير الطاقة لدى الاحتلال يقول نحن لا نخجل وهم يخجلون، ونتنياهو يتحدث عن تفاصيل. زيارات مكوكية للدبلوماسيين الأمريكيين والمبعوثين تحوطها السرية والكتمان بهدف إتمام اتفاقية تطبيع إسرائيلية سعودية ستطفو على السطح قريبا. المملكة التي لا تعترف بالاحتلال رسميا ولم تنضم لاتفاقية إبراهام مهدت لهذه الاتفاقية، وبدأ هذا التغيير واضحا لدى الرأي العام في السعودية. السعودية التي ربطت هذا الاتفاق بإرضاء الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وإعطاء الفلسطينيين ما يرضيهم ووقف الحملات التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف. لماذا تأخر هذا الاتفاق؟ لعبت الخلافات بين الولايات المتحدة والسعودية أثر توصل السعودية لاتفاق أوبك بلس لخفض إنتاج النفط دورا في تأخير هذه الاتفاقية. كذلك تسعى السعودية لضمان الموقف الفلسطيني الذي اعتبر كافة الاتفاقيات العربية التي وقعت مع الاحتلال طعنة في الظهر، إذ أنها خالفت الإجماع العربي الذي اعتبر حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مقدمة لأي اتفاق مع الاحتلال. وزير الخارجية السعودي قال في تصريح اعتبره النشطاء الفلسطينيين محبطا، قال لن يتم التوقيع إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة ومنحهم دولة، وكأن الكرامة لا تنتزع نزعا. الموقف الشعبي السعودي مثل أقرانه العرب لا يرق له هذه الاتفاقية ولن يلتزم بالتطبيع مثل باقي شعوب الدول العربية. نتنياهو من جهته عمل على إقناع اليمين الإسرائيلي المتطرف في تحالفه لتأجيل خطط الضم المنوي إقامتها في مناطق الضفة الغربية، وضمن من تحالفه بعدم معارضة هذا الاتفاق. وتعتبر إسرائيل أن إبرام مثل هذا الاتفاق هو جسر تمتد من خلاله إلى باقي الوطن العربي، أقصد الأسواق الاستهلاكية العربية، والتمهيد لإتمام الاتفاقيات العربية التالية التي تجري مباحثاتها سرا بالوقت الحالي. ويسعى الاحتلال لإيجاد مصالح مشتركة من خلال الإشارة للخطر النووي الإيراني الذي يهدد الاحتلال والدول العربية التي تتوقع معه مثل هذه الاتفاقيات. ويسعى نتنياهو لربط سكة الحديد الحجاز العثمانية القديمة، يربط الجزيرة العربية بموانئ الاحتلال في حيفا، إضافة أن كيانه لن يكون معزولا في شرق البحر المتوسط ومحاط بدول ليست حليفة وتعيش في جو جيوسياسي آمن ومستقر، ودولا عربية قيادية في منطقة تعتبر من أشد مناطق العالم تعقيدا. أيام قدرت بأنها ليست بعيدة وقد لا تتجاوز هذا العام 2023 حتى نشهد دعوة السعودية للجلوس على طاولة المفاوضات للتوقيع على اتفاقية تطبيع، ورؤية الإسرائيليين يلتقطون الصور في مكة. كان معكم محمد أبو أعمر لمنصة بالعربي.